فيلمنا بيبدأ مع الزوجين ميوكي وأكيتو وهم ماشيين وسط الغابة في رحلة من رحلاتهم الاستكشافية، وبيعاتب أكيتو ميوكي لأنها رفضت إنهم يجيبوا بوصلة يحددوا بيها اتجاهاتهم، لكن أكيتو بتقوله إنها مش محتاجة بوصلة، فبيقول لها ميوكي إنهم خرجوا من الاتجاه الشمالي في أول الطريق وإنهم لازم يروحوا دلوقتي ناحية الغرب، لكن أكيتو بتقوله إنهم اتجهوا فعلا للغرب وهيروحوا دلوقتي ناحية الشرق، فبيتخانق مع أكيتو وبيصمم إنه يروح ناحية الغرب وبيسيبها مع جهاز تحديد المواقع واللي بيبقى مش شغال، وفجأة بتسمع ميوكي صوت أكيتو وهو بيصرخ، فبتجري بسرعة ناحية مصدر الصوت وفجأة بتقع في حفرة عميقة وسط الغابة ورجلها بتتكسر وبتصرخ ميوكي من الألم، وأول ما بتهدى بتبص جنبها وبتلاقي أكيتو وهو ميت بعد ما بيبقى وقع على صخرة ضخمة، وبتنهار ميوكي من الحزن، وفجأة بتشوف مد المية وكأن في حاجة بتتحرك ناحيتها، وفعلا بيظهر كائن ضخم بيهجم عليها وبيقتلها. وبعد أسبوع بنروح لبيت جينيفر وإيريك اللي بيبقوا بيجهزوا نفسهم لرحلة استكشافية، وبتبقى جينيفر في الحمام وبيظهر إنها بتفتش في موبايل إيريك، وبعدها بتنزل تستقبل صحابهم اللي بيكونوا فيكتور ويولاند وبيحضروا نفسهم عشان يروحوا مع بعض الرحلة، وفي الطريق بيعدوا على صديقهم الخامس واللي بيكون اسمه كاش، وبيبقى كاش هو صاحب فكرة الرحلة واللي هتكون عبارة عن استكشاف كهف وسط الغابة مش موجود على الخريطة، وبيقول لهم إنهم هيكونوا أول خمسة يستكشفوه، وبيتحمس الكل جدا ما عدا جينيفر وفيكتور اللي بيظهر إنهم مش بيحبوا النوع ده من المغامرات، وبيبقى كل واحد فيهم رايح الرحلة عشان شريكه عايز يروح، وبيقعدوا يحتفلوا كلهم مع بعض قبل ما يبدأوا رحلتهم، وبيفضل كاش يتريق على إيريك كونه بيحب دايما يبقى القائد، وبيقول له إن هو اللي هينزل الكهف أول واحد المرة دي، وبيطلب منه يسيب له دور القيادة، وبعدها بيقوم التلات شباب للحمام، وبتشوف جينيفر يولاند وهي بتشرب نوع مية معين واللي بيكون مخصص للحوامل، فبتتريق جينيفر وبتسألها لو هي حامل، فبتسكت يولاند وبتفهم جينيفر إنها حامل فعلا وبتكون فرحانة لها جدا، وبتسألها لو قالت لفيكتور على الخبر ده، لكن يولاند بتقولها إنها خايفة تضغط عليه، لكن جينيفر بتشجعها وده لأنها بتكون عارفة إن فيكتور هيفرح جدا، فبتسألها يولاند عن أخبار علاقتها مع إيريك ولو هو كمان هيفرح لو حملت، لكن جينيفر بترد بكل حزن بإن علاقتهم وحشة ببعض وإنها دايما بتحس إنه بيحط قدامه أكتر من اختيار، وده في حالة إنهم ما كملوش مع بعض، وإنه كمان مش بيحب الأطفال وهيخاف جدا لو عرف إنها حامل، فبتحاول يولاند تخفف عنها، وبيجي التلات شباب وبيبدأوا رحلتهم لاستكشاف الكهف المجهول، وفي الطريق بتبقى يولاند بتصور كل حاجة حواليها بالكاميرا، وفجأة بتشوف تمساح في النهر وبتخاف جدا وبتسأل كاش عن التماسيح في المنطقة، فبيطمنها كاش إن عددهم قليل وإن الصيادين بقوا بيصطادوهم بسهولة، وبيطلع مسدس من جنبه، فبيتخض إيريك جدا وبيطلب منه ينزله، لكن كاش بيقوله إنه مفيهوش رصاص وبيوريهم مكان الرصاص، وبعدها بيوصلوا أخيرا للحفرة، وهناك بيجهز كل واحد فيهم الزي اللي هيلبسه وبيربط نفسه في الحبل وبينزل، وبيظهر إن كاش خاف جدا ومش بيوافق ينزل الأول زي ما طلب، فبياخد إيريك المبادرة وبينزل أول واحد، وبيظهر إنه شخص قيادي وشجاع، وبتنزل يولاند وراه واللي بيظهر إن عندها نفس شجاعته، وبعدها جينيفر وفيكتور وآخرهم كاش اللي بيكون خايف جدا، وبيفضلوا ماشيين في الكهف وكالعادة بيبقى إيريك في المقدمة، ومع الوقت الطريق بيبقى اضيق واصغر لدرجه انهم بيبقوا ماشيين على ركبتهم، وبيكملوا لحد ما بيوصلوا لكهف واسع مليان ميه صافيه وبيكون منظره جميل جدا، وبعدها بينزلوا الميه عشان يكملوا طريقهم، وبينزل إيريك وفيكتور الاول عشان يشوفوا عمق الميه ويحددوا الطريق اللي هياخدوه، لكن بتحس جينيفر بالخوف وبتحس انها شافت حاجه بتعوم في الميه، لكن إيريك بيقولها ما تقلقش وان اكيد مفيش حاجه، وبينزلوا مع بعض، وبتفضل جينيفر قلقانه لحد ما فجاه بتيجي موجه عاليه من الميه وبيغرق إيريك وفيكتور، ولكن على اخر لحظه بيقدروا يخرجوا من الميه، وبيلاحظوا ارتفاع في مستواها، لكن جينيفر بتكون متاكده انها شافت حاجه بتعوم، وبعدها بيكتشف كاش ان شنطته وقعت منه في الميه وبيبقى لازم يجيبها، وده لان فيها مفاتيح العربيه وحاجات تانية مهمه، فبينزل كاش وإيريك وفيكتور، لكن فجاه بيصرخ فيكتور وبيظهر هو في بق تمساح ضخم بينزل بيه الميه، فبيحاول إيريك ينقذه لكنه ما بيقدرش، وبيخرج مع جينيفر بسرعه للصخره، وبتصرخ يولاند اللي بتكون على الناحيه التانية من الميه وبتنادي على حبيبها فيكتور، لكنه فجاه بيظهر وهو بينزف، فبينط إيريك بسرعه عشان ينقذه، وبيقدر فعلا يخرجه بره الميه قبل ما التمساح يهجم عليهم تاني، وبيظهر ان فيكتور قدر يهرب من التمساح بسبب عمق الميه القليل، لكن بيبقى متصاب بجرح عميق جدا في بطنه، وبتحاول جينيفر انها تعالجه وبتنضف له الجرح وبتديه مسكن، وبيقعد إيريك جنبها، وبتكون يولاند وكاش على الناحيه التانيه، وفجاه بيظهر قدامهم جثه شخص بايدين ورجلين مقطوعين، وبيخمن كاش انه ممكن يكون السائح المفقود من اسبوع، وبيفضل إيريك يراقب مستوى الميه وهو بيرتفع اكتر واكتر، وبيعرف ان المطر شديد وانهم لو استنوا اكتر من كده كل المخارج هتتسد، وما بيكونش قدامهم اي مخرج غير الممر اللي دخلوا منه واللي بيبقى مليان ميه، فبيقترح إيريك على كاش انهم يغطسوا مع بعض ويحاولوا يوصلوا لاخر الممر عشان يلقطوا شبكه للموبايل وساعتها يتواصلوا مع اي حد ينقذهم، لكن كاش بيرفض وبيكون خايف جدا على نفسه من التمساح، وده لان الميه بقت ومحدش هيهرب منه فيها، فبيقولوا إيريك ان التماسيح بتحب تكون مسيطره على المنطقه كلها وانه هيفضل يهجم عليهم حتى لو مش جعان، وعشان كده لازم يخرجوا من المنطقه باسرع ما يمكن، فبيقعد كاش يفكر، وبعدها بيعمل خطه مع يولاند وبيطلب منها ترمي جثه السائح في الميه عشان يشتتوا بيها انتباه التمساح وساعتها هيقدروا يعوموا بسرعه ناحيه المخرج، وبتوافق يولاند وبترمي الجثه في الميه بقوه،
وبيظهر التمساح اللي بيكون قريب جدا منهم من غير ما ياخدوا بالهم، وبيخطف الجثه وبينزل بيها تحت الميه، وبعدها بينزل كاش وإيريك بهدوء وبيعرفوا ان التمساح هيقدر يعرف مكانهم من خلال حجم الذبذبات اللي بيعملوها في الميه. فبيحاولوا هما الاثنين يمشوا ببطء لحد ما بيوصلوا للممر وبيغطسوا وبيقدروا يخرجوا من الكهف، وبيكملوا عنف الطريق اللي كانوا بيمشوا فيه على رجليهم من 10 دقايق بس، وبعد شويه بيوقفوا عشان ياخدوا نفسهم وبيكونوا قريبين من اول ممر نزلوا منه. وفجاه بيحس كاش بحركه وسط الميه وبيتخض جدا، فبيغطس إيريك تحت الميه عشان يتاكد لكنه مش بيلاقي حاجه وبيكملوا طريقهم. في الوقت ده بيبقى فيكتور مريض جدا، وفجاه بيجيله ضيق تنفس وبيظهر ان عنده ربو، وبيكون الجهاز في شنطه يولاند واللي بتكون على الناحيه الثانيه من الميه، وبتحاول ترمي جهاز التنفس باقصى ما عندها لكنه بيقع في نص الميه. فبتقرر يولاند تنقذ حبيبها قبل ما يموت، وبتضحي بنفسها وبتنزل الميه عشان تجيب الجهاز، وبتتحرك بابطا ما يمكن عشان ما تلفتش انتباه التمساح، وبتقدر انها توصل لفيكتور على اخر لحظه، وبيتنفس اخيرا وبيشكرها على اللي عملته عشانه. فبتحاول جينيفر انها تكتشف باقي الكهف، وبتلاقي ممر تاني قريب منهم لكنه بيكون صغير جدا، فبتحاول تدخله بنفسها. في الوقت ده بتقرر يولاند تعترف لفيكتور انها حامل، وبيفرح فيكتور جدا لانه هيبقى اب وبيعيط من الفرحه. وبترجع جينيفر للكهف وبتفضل مستنيه إيريك وكاش. في الوقت ده بيبقى إيريك وكاش وصلوا للمخرج لكنهم بيلاقوه مسدود تماما، وده لان الميه بتكون حركت الصخور وسدت فتحه الكهف. فبيتضايقوا جدا وبيقرروا انهم يرجعوا وبيغطسوا من تاني، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في الممر التاني، لكن بتقع الصخور على رجلين إيريك بالغلط، وبتتزنق رجله وسط الميه وبيحاول انه يوصل لسطح الميه لكنه مش بيقدر، وبيكمل كاش طريقه ومش بيكون واخد باله، وبيوصل للممر التاني وبيفضل مستني إيريك. وفجاه بيظهر فقاقيع هواء على سطح الميه وكان حد بيتنفس، وبيخمن كاش انه التمساح، وبيحاول ما يتحركش من مكانه، لكن فجاه بيظهر التمساح وبيهجم عليهم وبينزل بيه في الميه العميقه وبيختفي كاش تماما. في الوقت ده بيقدر إيريك انه يزق الصخره من رجله، وبعد شويه بيوصل للممر التاني لكنه مش بيلاقي اي اثر لكاش، وبيفضل ينادي عليه لحد ما فجاه بيلاقي قدامه قطعه قماش من لبس كاش وبيعرف انه مات. فبيكمل طريقه بهدوء لمدخل الكهف وبيوصل لجينيفر وفيكتور ويولاند، وبتقول له جينيفر انهم لازم يودوا فيكتور المستشفى، لكن إيريك بيقول لها انه ما لقاش اي مخرج وانه مش عارف المفروض يعملوا ايه. فبتوري جينيفر المدخل اللي لقيته، فبتعرض يولاند على إيريك انها تروح معاه، وبيدخلوا مع بعض الممر، وبتفضل جينيفر جنب فيكتور اللي بيقول لها ان يولاند صرحته بحملها وانه كان فاكر انه مش بيخلف بعد كميه العلاج الكيميائي اللي اخدها، لكن اللي حصل ده معجزه، وبيظهر انه مبسوط جدا. وبتلاحظ جينيفر ان مستوى الميه بيرتفع بسرعه كبيره جدا، فبتطلب من فيكتور يسند عليها، وده عشان يروحوا لمكان اعلى من المكان اللي هم فيه، وبتبقى مخاطره كبيره جدا، لكن جينيفر بتقدر تساعد فيكتور وبيوصلوا للصخره الثانيه وبيطلعوا عليها وبيرتاحوا. وبعدها بتلاقي جينيفر الكاميرا بتاعت يولاند وبتبص على صورهم، لحد ما فجاه بتلاقي صور ليولاند مع إيريك، وبتتصدم جينيفر وما بتقدرش تمسك دموعها بعد ما بتعرف بخيانه حبيبها وصديقتها ليها، وبيحاول فيكتور يعرف اللي مزعلها لكن جينيفر مش بترضى تقول. وفجاه بيشوفوا شنطه كاش واللي بيكون فيها مفاتيح عربيته، فبتقرر جينيفر انها تنزل تجيبها من الميه، وبتنزل بكل هدوء وبتوصل للشنطه، وقبل ما ترجع بيظهر ان التمساح وراها، وعلى اخر لحظه بتطلع جينيفر للصخره لكنها بتتزحلق عليها وراسها بتتخبط وبيغمى عليها. في الوقت ده بيبقى إيريك ويولاند مع بعض في الممر، وبتصرح يولاند إيريك انها حامل، فبيتعصب إيريك وبيسالها لو قالت لفيكتور، فبتقول لها انها لسه قايله له حالا، وبيكمل إيريك طريقه من غير ما يقول حاجه ليولاند. وفي الكهف بيبقى فيكتور بيحاول انه يفوق جينيفر لحد ما بتفوق، وبيقوموا مع بعض عشان يطلعوا للصخره اللي بعدها، لكن فجاه بيظهر التمساح من ورا فيكتور وبيخطفه وهو واقف على الصخره وبينزل بيه الميه، وبتنهار جينيفر وما بيكونش في ايدها حاجه، وبتطلع بسرعه للصخره الثانيه وبتفضل قاعده وهي بتعيط. واخيرا بيرجع إيريك ويولاند وبيعدوا الميه بهدوء عشان يوصلوا لمكان جينيفر، وبتسال يولاند على فيكتور وبتعرف انه مات، وبينهار إيريك ويولاند، لكن جينيفر بتسالهم عن الوقت اللي كانوا يعترفوا فيه بعلاقتهم مع بعض، وبيتصدم إيريك وبيحاول ينكر، لكن جينيفر بتترجاه يقول لها الحقيقه، فبيعترف لها إيريك انه فعلا على علاقه بيولاند وان الطفل ابنه. فبتتصدم جينيفر فيهم هما الاثنين وما بتبقاش عايزه تتكلم معاهم، لكن فجاه بتشوف اشعه شمس جايه من مكان في الميه، وبيخمنوا انه ممكن يبقى ممر تحت الميه متصل بالبحيره نفسها، لكن يولاند بتقول لهم انهم ممكن يتزنقوا والتمساح ياكلهم كلهم، لكن جينيفر ما بتهتمش بكلامها وبتقرر تنزل. فبيقنع إيريك يولاند انها تنزل معاهم، وبينزلوا كلهم للميه، وبيبقى إيريك مع سكينه وبيخلي البنات تنزل للممر الاول، وبتنزل يولاند وبتقف جينيفر تستنى إيريك اللي بيظهر قدامه التمساح، وبيفضل واقف قصاده بالسكينه لحد ما بيهجم التمساح عليه وبياخده تحت الميه، وبتنهار جينيفر وبتنزل بسرعه للمخرج، وبتبقى بتحاول تطلع منه لكن التيار بيكون شديد جدا، فبتساعدها يولاند وبتنقذ حياتها. وبعدها بيفضلوا يعوموا لحد ما بيلاقوا نفسهم في النهر اللي عدوا عليه اول مره، فبيطلعوا للطريق وبيقدروا يوصلوا لعربيه كاش، وبتكون جينيفر معاها المفتاح وبتسوق باقصى سرعه، وفجاه بتلاقي قدامها جذع شجره وغصب عنها بتخبط فيه وبتقع في النهر، وبيكتشفوا انه نفس النهر اللي خرجوا منه من شويه، وبيبقوا بيحاولوا يفتحوا الشبابيك والابواب لكن من غير فايده، وفجاه بيلاقوا التمساح قدامهم بالظبط،
بتطلع جينيفر المسدس من العربيه وبتحاول تقتل بيه التمساح لكن مش بتقدر، وبتغرق العربيه تماما. وبتقدر جينيفر اخيرا تفتح الباب وبتعوم بسرعه في البحيره وهي بتنادي على يولاند، وبتظهر يولاند وهي مصابه في رجليها وبتعوم ببطء، وبيخرجوا بسرعه هما الاثنين من البحيره. وبتوصل جينيفر قبل يولاند، وفجاه بتلاقي تمساح وهو قريب جدا من يولاند، فبتفضل تضربه بالمسدس لكن مش بتقدر تصيبه. وبتخرج يولاند من الميه، لكن جينيفر بتفضل ثابته مكانها، وبيهجم عليها التمساح وبينزلها للميه. وبتنهار يولاند وهي شايفه الدم في كل مكان، لكن فجاه بتظهر جينيفر من تحت الميه وهي سليمه، وبتشوف جنبها التمساح وهو ميت بعد ما قدرت تصيبه برصاصه قبل ما يقتلها. وبتحس جينيفر بالنصر وكانها انتقمت لكل اصحابها، وبتخرج من الميه مع يولاند وهم حاضنين بعض، وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.